السلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات. اليوم عندنا الحلقة رقم 18 من سلسلة سمبوسة يونايتد. يا جماعة، فاليوم يا جماعة نجعلكم في فيديو جديد. يعني انا يتحقق هالسلسلة لما صار عندي وقت وايد، حرفيا يعني وقت وايد ما اعرف شو اسوي فيه الصراحة. فقلت خلينا نسوي فيديو كريم مود. يا اليوم يا جماعة عندنا حلقة مهمة في شهر ديسمبر. اوكي، بنلعب ضد استون فيلا. بنا يعني عندهم مباريات وايد هالشهر، 1 2 3 4 5 6 7 8 مباريات. فبالنسبة لي اتوقع ان هالشهر ممكن نقسمه في المباريات، ممكن 4 مباريات هالحلقة و4 مباريات الحلقة الجاية قبل ما نروح لشهر يناير اللي بيبتدي فيه فترة الانتقالات. فاليوم بنلعب ضد ممكن استون فيلا، بيتر بورو، بارنزلي، وبورنموث. الحلقة اللي طافت ما كانت عندنا بداية، ما كانت عندنا نتائج جيدة يعني، ممكن طوفنا شهرين ممكن، بس وممكن ما سوينا فيه بشيء. ضد كوفنتري خسرنا، ضد برنتفورد خسرنا، ضد كاردف فزنا ضد ريدنج بسكيب، وخسرنا من واتفورد، خسرنا من ميلوول، وفزنا على بريستال اتوقع من سكيب، فزنا على ويجن بسكيب اتوقع، و بورنموث خسرنا منهم، لوتن خسرنا منهم بسكيب. فمعدنا مباراة ضد أستون فيلا. أستون فيلا المركز الرابع في الدوري ونحن عندنا 29 نقطة. خلينا نشوف كم باقي لنا على البلاي أوف، على الأقل فرق بينه وبين مركز البلاي أوف 7 نقاط، لا مو 7 نقاط، 8 نقاط. ف شيء شوي سيء بالنسبة لنا، نحن في العاشر، في المركز العاشر، وأكيد نحن نبغى نوصل للبريمير ليج. ف يا نولز لاعبنا الكابتن طور، صارت طاقته 76، نايس والله. بس انا كنت اسميه نولس، عرفت كيف يقولون اسمه نولس. يا حاليا خلينا ندخل الى مباراتنا الاولى، ليتس جو ضد استون فيلا مع واتكنز وليون بيلي، لاعب ليفركوزن السابق، وميليانو مارتينيز في الحراسة، تايرون مينكس، دانييلو. يا ليتس جو. شو بعد؟ شو عندنا؟ بتشوف شو عنده. الفون مصاب. اوكي، الفون مصاب، دخل بدال واحد من اللعيبة اللي ممكن يرفعونا في الدكة. بس كفوا، ليتس جو. اوكي، يوم مشرق في ملعب كابتن الامارات، سمبوسه يونايتد ضد استون فيلا، في ممكن اول مباراه لي مع سمبوسه يونايتد ممكن شهر كامل. انشغلت فيهم بسبب الفلوقات اكيد. يا الحين ما في فلوقات، انا محجور في البيت، بتم ممكن لمده اسبوعين، وانا الحين في اليوم الثالث. اوكي، عندنا ليون بيلي مهاجم عمره 26، و نتوقع ان يجلدنا، بس ان شاء الله ما يسوي هالشي، ان شاء الله دفاعنا يكون واقف متكاثف ونفوز في هالمباراة. ليتس جو. لازم دفاع يتمركز بشكل حلو عشان فريقهم ما يسجل الهدف الأول. أكيد بيبحثون عن المساحات اللي موجودة في دفاعنا، إن شاء الله ما تكون في أي مساحات يعني. أكو واتكنز خيبة. هدف أول من أستون فيلا يسجله أولي واتكنز. كان اختار هم هجموا اكثر منه. وكو برنت راح، برنت راح، برنت راح، انجو ادوامو، لا حرام،
ممكن التعادل حرام لكن عليك ضاعت يا الفرصة دواما، مستحيلة هذه كنت ممكن الأرقام. تجيبها. كمان 8 دقائق نلعب تصنع نهاية بهدوء. اللقاء فريدريتش في محاولة أن برنت تكون الأخيرة لنفس برنت لدلب التعادل. شوف كيف دلب يلعب، شوف دلب، صوته، يلا شوف كيف دواما. سريع، يحاول لا يمنع يا الكرة دواما، لكن الكرة ما زالت خطيرة. المفروض تكون نجمنا القادم. اوكي، فمتوقع ان تنتهي المباراة بخسارة 1-0. يا سلام على اللوب. صح ان خسارة تعتبر سيئة الفرصة بالنسبة لنا، متاحة لإرسال كرة فرد عظيمة. المركز الرابع استون فيلا. لازم نعدل من فورمتنا صافي ونعدل الأبيات المباراة من التشكيلة، لان الفاضلة. التشكيلة ممكن فيها لاعبين ما بالمفروض يلعبون اصلا. جبنا تسديدتين من دواما، واحدة صدر حارس واحدة طلعت برا. الوسط تقدر تقول عنه تعبان حاليا، اللي نقدر اسويه ممكن نرد لأربعة ثلاث ثلاثة. أدوام لا أدوام يروح كام، مو دلب يصير خانقة. دلب برنات صح انه هو احسن من دلب في وايد اشياء، بس انه في الملعب احس برنات تجيل. يعني هل انا اقوله يعني، وبن حاليا خلينا نحط ابي في التشكيلة الاساسية للاسف. يعني فورد ايضا بيطلع من التشكيلة الاساسية، ممكن يدخل يرد انجرام للتشكيلة يعني. يعني بس بالدي الحين يريد يدخل في التشكيلة الأساسية. ماركوس ألونسو مو بوايد عايبني، و أيضا خليه يشوفه في دكة البدلة. يا مباراتنا الجاية ضد بيتربورو، ونحن نظل في نزولنا في المراكز، وللأسف هالشي يصير. نحن في المركز 12 نلعب ضد بيتر بول المركز 20. هالمرة أنا بسوي سكيب، بشوف شو اللي بيصير. وفزنا 2-0 هدفين عن طريق دواما. لو أنت سجلت هالهدفين على أستون فيلا كان أفضل لك يا دواما. أن مباراة أن لاعب راجع من إصابة، أنا ما أتذكر منو. ألفون اللي كان مصاب عندنا. أوكي، ما كان أساسي، ما هو مو بالأساسي جدا. عندنا مباراة ضد بارنزلي، بسوي له سكيب لأن مباراة ضد فريق نازل، وبرناتي دلاب يسجلون. يا سلام. يا فزنا 2-0. خلينا نروح لمباراتنا ضد دورتموند. صارنا المركز التاسع الحين. انتوي بيروح عارة، الله يوفقك. الفادي عند يا إصابة. أوه بيغيب عن باتنا ضد بورنموث بعد. أوكي، بدخل جوميز، ما عندنا خوف. جوميز ممكن نفس، ممكن هو نفس اسمه، ما في فرق بينه وبين الفادي. الفادي الفي أو الفيدي الحين اسمه الفيدي. الفيدي طاقة 72 وكوميس طاقة 71. فهم ندخل لها المباراة. أول شيء بخلي برنت يبدأ هالمباراة لأن دلاب تعبان. ويليامز منو بيدخل بدال ويليامز؟ أنتو يقدر يلعب هالمكان؟ إيه يقدر يلعب هالمكان. ممكن بس حق الحين. Let's go. الباردة من كابينة التعليق معكم فارس عوض. الكل لا، فرحان بانطلاقة هذه المباراة ثم سويت حاول تبديلات على الجميع الفاضي. تحول يلا الدولة الإنجليزي. كمان فريق بورموث
ضد ايه فريق ايه يونايتد. صلحوا أتمنى والله لعبتكم، أن يكون هناك متعة جديدة في هذه المباراة، طالع في شهر لكن ثلاثة يعني هناك لمسات فريق ولعبتكم بعدها يونايتد. خربانة. الحكم بيطبق ايوه منطقة اوكي، يعطي ابي فرصة واللاعب يتوفر. انجرام يلعبها لفريدريتش، كيف راح يتصرف فيها؟ فريدريتش انجرام تسديدة تخلص من الحارس. كان في الموعد. اوكي وحش حارس، الحكم يعود لاحتساب الخطأ لا بعد مو ما وحش فشل حارس، المهاجم في راحت استغلال ركنية إزالة يعني، إثارة الفرصة. خطأ وكان وحش أوفسايد. انجرام. ركنية باتجاه عرضية الهجوم. رأسية من دلم. اخ الحارس والقائم معا. تصدي من اوكي الحارس. بزرت الكرة خطيرة. نولز نولز حرام عليك، كرة شال مقطوعة باس. للتمريرة السيئة. لا تمريرة بنية. يا سلام، متعني الله على النظرة. اوكي ضيع هدف وسجل. في الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر. ترى يقول الطريق جوميز، مفتوح حسن جوميز لمزيد من نفسه الأهداف. شوف الأجواء، هد الكورة انظر إلى وخلى المباراة. مهاجمه يروح. نقطة تحول الآن في هذا خلي سوا اللقاء. جوميز المساحة يلعبها متوفرة فريدريتش، أمامه لإرسال كرة عرضية. فريدريتش أدواما قد أدواما، تكون ألفيس هذه الفرصة. ألفيس ألفيس يلعبها أدواما الكرة باتجاه تسديدة المرمى. تخلص من الحارس. هم الله على حارس المرمى. شوف التصدي، شوف اللقطة. كرة كانت صعبة لكن شوف عرضية المرور. جوميز، ردة الفعل لكن الجميلة. لقد قضية الملعب. أوه. ألفيس يلعبها يونايتد لأبي، ينطلق في المساحة عبر الطرف. أبي يلعبها لدلب، دلب أدواما تسديدة تنقطع حارس تخلص من المرمى حارس. بلمسة يا خطيرة. حارس شو ها شاي حارس جميل جلب علي صراحة. نوير. خلص أصبيح. وحش فريدريتش، دلب يلعبها لفريدريتش، فريدريتش اركض يلا يا كرة مقطوعة فريدريتش. يمين يونايتد فريدريتش الآن. تعبان وايد الصراحة، فريدريتش ياخذ الكرة تعبان في يعني منطقة خطر ما جدا. بيقدر يشوت يعني، لو يونايتد بيشوت يحتاج لما إلى يشوت تبديل ريلا سريع بتشد لكي من يتوقف التعب. الضائع. لازم تسوي تبديلات بين الشوطين، بين الشوط الشوطين الأول حتى ينتهي مو 1-0. في الشوط الثاني يعني، في نص الشوط الثاني بين الشوطين انا هني بسوي تبديلات. اول شيء فريدريتش يطلع يدخل اسيفا فت، دلاب ممكن يطلع يدخل بنت، وهذا حق الحين. ليتس جو. نعود مع الشوط الثاني للمباراة وتأخر يونايتد في النتيجة. يلا يلا يا سيفا نجم الليج 1، يلا يا سيفا نجم الليج تأخر 1، كرة يلا يا نجم الليج صادمة. 1، يا سلام يا نجم الليج 1. الضغط في الشمال. يسجل الركلة الهدف الاستنزافية التعادل، للمرمى. هدف التعادل لسمبوسا يونايتد ضد بورنموث في ملعبهم، هدف التعادل من نجم الليج 1 اول ما دخل شوف لي عودة المباراة. الهدف. شوف خطأ قائم خلص للمدافع من في مكان مدافعهم المتحكم فيه وراح، يتوقف. وتسديدة يمكن التصحيح. ضربت في العارضة كرة ودخلت في قدام مرمى. الشباك. وحش يا اسيفا، اتوقع اسيفا يسجل اول هدف في الموسم وانا العب، اتوقع ان في ما سجل في سكيب. يا ليتس جو، وحش يا اسيفا سجل لنا هدف التعادل. تعديل. بيضغطون علينا ولا شو؟ شكلهم بيضغطون علينا وحوش. في تسريبات وتقارير صحفية يلا تشير يا إلى أن يونايتد اسيفا فالنسيا قريب من التعادل اسيفا سلبياً. يلا بنات ليتس جو، هدف التقدم يأتي. يسجل يونايتد الهدف يتصدر الثاني ميسن برنات، وتحول إلى 2-1. أهداف كل موسم البدلاء الناجحين، يونايتد. يا تعرف من الله اللي بدلهم؟ التقدير. انا يعادل الهدف اللي جاء من هجمة سير عمر مرتدة هني، وتفوق سير عمر المرمى هني. وأداء التصويب القوية في المرمى. اوكي هدف ثاني من برنات يسجل لمصلحة فريقنا، الهدف الثاني في شباك بورنموث. تغيير ذكي من جانب المدرب. شوف يخرج فيه اللاعب اللي حصل على كرت أصفر حتى يتجنب اسيفوا أي مفاجآت. فرصة اسيفوا، للمرمى يلا يا بنات وسداد. يلا يا بنات يلا يا هدف بنات، يونايتد خلص الآن. عليهم هدف بنات يزيد التوقع واخلطهم يا وتقدم الفريق المزيد من بنات. الأمل. خليط مشيط، تتويج الدقائق هدف ثالث الأخيرة. لمصلحة سمبوسا يونايتد، الهدف الرابع ثلاثة للمنافسين واحد بينية من بعد ذلك الهدف أسيفوا، الثاني لصالح تسديدة من الشباك. برنت في الضغط الشباك. يكمل. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. يعني تبديلين كانوا جدا ناجحين،
ساهموا في أن نسجل ثلاثة المدرب أهداف يحترم على الفريق جدا وما بورنموث يقدم لنا المركز فريقا السابع، بقية الأهداف وننتقم منهم وتفوق من الكثير في هذه الفوز اللي المباراة. فازوا علينا في النتيجة الحلقة تعتمد على اللي الأخطاء طافت. كهدف وحيد والكرة تعود. ويقات انجلاند بنت يلعبها حلوة. يحافظ على الكرة أبي ويستحوذ على والرابع، الساحة. أبي والرابع يسجل هيروكي أبي الهدف الرابع لمصلحة سمبوسا يونايتد. 4-1 في هذه المباراة ونقول دان. كوالا أبي الأدوامة، أدوامة يلعبها برنت، برنت يلعب لسيفا، سيفا مو متسلل وبرنت الخامس. 5-1 عطها سول الهدف الخامس. 5-1 في المباراة، هاتريك من ميسن برنت. مع السلامة. نروح لكم المباراة الجاية يلا. الان تاتي الاعاده وتعجز الكلمات عن الوصف. هدف ثالث وهاتريك للاعب الذي يقدم اداء خيالي في هذا اللقاء والذي ارهق الخصم وعذب حارس المرمى. التمركز الجيد الان يقطع من خلال الكره. صافره نهايه المباراه وفوز يتحقق لمصر. اوكي يا جماعة رجعنا لكم. يا طبعا كان المفروض اخلص تسجيل واسوي تسجيل ثاني، فنحن حاليا عندنا 38 نقطة وصار الفرق بينه وبين كارديف سيتي. هم عندهم 39، فرق 3 نقاط الحين. شوفوا نحن ممكن رجعنا، بس ما اتوقع يعني انه اكيد ممكن ما بنفوز بالدوري، بس بني ممكن المركز السادس او الرابع اكثر شيء، لان الثلاث الاوائل يعني فارقين علينا باكثر من ممكن 13 نقطة ما ادري. فعندنا مباراة ضد بريستال سيتي، اتوقع انهم من الفرق المؤخرة. نسوي لهم سكيب، شوف شو بيصير. تعادل 1-1، تعادلنا 1-1، يعني خطة تناسبني أنا لما ألعب بس ما تناسب اللعيبة. ما أدري ليش. يا تعادلنا 1-1 ونزلنا مركز أيضا. صح أنه فرق نقطتين بس أنه نزلنا، صرنا المركز الثامن. فنروح لمباراتنا ضد كوفنتري. أنا مخطط إني كل مباراة ألعب 4 مباريات وتكون مقسمة لجزئين، ف أنتوي هولس وبرنت ممكن يروحون. سافج يا عرض، هل ممكن أبيع؟ لأن خلينا نشوف ميزانية الراتب عندنا مو بوايد عالية، وإذا نحن بنروح عند الوضع المالي لبعض من لاعبتنا اللي هم نولس، بحاول أفاوضهم اثنيناتهم. ما أتوقع إن أنا ممكن أجيبلهم راتب جدا جدا عالي، يعني أنا ما بجدد السنة، بجدد لك سنتين يا نولس. تجاهل الشرط الجزائي، وأنا بحاول ان اعطيك 11,000. 11,000 حلوة يا نولس. يس جددنا مع نولس. نولس يا عمر. اوكي سوبر بنات، يلا تعال خلنا نجدد لك. انا حاسس ان بنات بنعطيها الحين دورها. طيب هذا حاسس عمرك 29. كم مدلك؟ بمدلك سنتين بدون شرط جزائي بالتأكيد، فبتبقى 20,000 ما شاء الله.
22 ألف خذها ليتس جو. جدلنا لأفضل لعيبتنا، أما ألونسو للأسف ما بجدل له، يعني هو حرفيا يعني أنا ما أدري أصلا ليش جبته. جوميز يبغى يلعب مسكين هذا. اوكي، فعندنا لاعب جزائري، خلنا نقاقبه يعني نشوف. سمار البصير، ما علي يعني، ممكن يكون لاعب، ممكن يكون، ما يعني ممكن يكون موهبة. اللي جت على بالي هي، أنا عارف الكلمة بالإنجليزي اسمها ريجن، بس أنا ما أعرف شي يعني بالعربي. فعندنا مباراة ضد كوفنتري، وبعدها عندنا مباراة ضد نوتنغهام، وبعدها عندنا ضد أستون فيلا مرة ثانية، وأكيد لازم أشرح حق واحدة منهم سكيل. كوفنتري المركز 11، خلينا نشوف. بس كوفنتري مركز 11 هم شوي قراب منه، يعني كوفنتري مركز 11، أستون فيلا مركز 3، و نوتنغهام فورست المركز الثاني. أنا بخاطر وأسوي سكيب حق هالمباراة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خسرنا فيها. خسرنا فيها 1-0. كان المفروض إني أنا ألعبها أصلا، ألعبها وألعب المباراة الجاية، وحرفيا يعني نوقف عند مات أستون فيلا. بس أنا قلت، أنا اتعنتت وقلت بخلص الحلقة اليوم. الحين نحن ما نقدر نوصل للبلاي اوفز الا اذا فزنا المباريات الجايه. نايس. فمعنا بعض نوتنغهام فورست اليوم المركز الثاني. اوكي، ف هاي شيء يعني لازم نغير الاطقم. شال اطقم التعبان اللي عن نوتنغهام فورست، شال الطقم التعبان، قاعد يلعب بهالطقم. يعني فريقي سوى هالطقم، انا لو اعطيتوني فلوس على اني البس هالطقم ما بلبسه اصلا. شوف صفوري على برتقالي، شو الذوق اللي صمم هالطقم. يلا خلينا يلعبون بالاحمر ونلعب في اجواء ثلجية والكورة بيضاء. ليتس جو. مواجهة نوتنغهام فورست، نأمل بأن تكون مباراة كبيرة من ويكون تسديدة من أبي الأول. 1-0 من هيروكي أبي، 1-0 من الياباني. نبدأ المباراة بهدف أول عن طريق هيروكي أبي في مرمى نوتنغهام فورست. ليتس جو. داكوستا المساحة موجودة على طرف الملعب، يلعبها المايتن. إمكانيات الكرة العرضية، اوه ماي جاد، لإبعاد الكرة. الطريقة اللي دخل فيها بين مدافعين شي يعني كانت تخوف شوية. فريدريتش، بينية فيها خطورة، انجرام، تسديدة، دلا، حاول الصدى مرة ثانية. بمبدأ الأمان خلص المدافع. الجماهير تشعر بأن فريقها قادر على تشكيل خطورة وتحاول بأن تساعد على التركيز. يلا فرصة لوضع أدوامة. الشباك، تصدي بكل أوكي. ثبات. يونايتد يبحث عن طريق المرمى. يلا حارس يده بالإمساك بالكرة. الفريق الزائر لديه الأفضلية في السيطرة على الكرة، لكن عندما نشاهد هذه الفرص والمحاولات على المرمى تقريبا شبه معدومة، وهنا يجب أن يتدخل المدرب وأن يحاول أن يسرع الرتم، أن يغير شكل الأداء الهجومي، أن يستغل مسألة السيطرة والاستحواذ لتشكيل خطورة أكبر على المرمى. وحش والدك. ألفيس
وحش. عند الكرة الآن أبي عرضية داخل البوكس، خلاص كرة بتبعد من مناطق الخطر. هات مايتن. انت ايش طلوت الشوط الأول بنتيجة ينتهي 1-0. 1-0 للسمبوسة؟ يوم مثلج في ملعب كابتن حكم يطلق المعارض. صافرة أوائل بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. يبدو بأن هنالك هدف سجل في هذه اللحظات في مباراة فريق بورنموث. كافالو الهدف الأول لصالح فريق ريتشاردسون. بورنموث. النتيجة الآن تعادل كافو. إيجابي بهدف لكل وحش. فريق، بالدي وذلك بعد مرور 46 عيال. دقيقة لعب. نشكر الزملاء في الاستديو على التواصل بآخر التطورات من الملاعب الأخرى. دا كوستا. تدخل يبعد وحش. الكرة. الفيدي. أول 45 دقيقة كانت جيدة على الأقل، تقدر تقول أن قدم أداء مرضي شو ويمكن أن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني. حفيظ انا سجل ما هدف مهم بقادرين نطلع من لفريقه منطقتنا. كهدف يا الله فرصة وحش للتعادل، يا كرة بيكر. بترتد من فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. لا يا جديدة الله تخلص من بيكر. حارس المرمى بيوقفها في لقطة. لازم نسوي تبديلات. خلينا نشوف انجرام بيطلع، ممكن يدخل سافج. سافج هل انت دفاعيا احسن؟ لا انت دفاعيا دفاعك 55. فاهم. حاليا بنبدل، بندخل برنات عشان بوكي يخلص لنا ومرقنا الرابحة. دخل سيفا. نولس. نولس روع المدافع، يستخلص الكرة التكرار. بتدخل ممتاز. برنات. أصحاب الأرض يعانون من مسألة الاستحواذ في مباراة اليوم. انجرام. التفوق في الاستحواذ أحيانا يكون مضر أبي للفريق. مباراة اليوم مثال هكا حقيقي. حلوة. برنات الهدف الثاني. الهدف الثاني 2-0. Let's go. برنات يسجل الهدف الثاني لمصلحة فريقنا. كفو يا برنات. برنات الحين صار نجم. برنات في تشكيلة 4-4-2 ما كان يلعب عدل، كنت أحسه جيد، بس لما يلعب بروحه يكون مهاجم فتاك. يعني هو هذا مهاجم فتاك يكون. ها هو المهاجم اللي أباه، ها هو البرنات اللي أنا أباه. كفو. في اتوقع ان بتنتهي المباراة. انتهت المباراة بنتيجة 2-0. فزنا ضد فريق نوتنغهام فورست اللي هم المركز الثاني في ملعبنا. Let's go. فاهم. اوكي لا يزال فارق الحين بينه وبين كاردف 5 نقاط الحين. مو 5 نقاط، هي 5 نقاط. اوكي فاهم. عندنا مباراة ضد استون فيلا اللي هم المركز الرابع، نفوز عليهم. فاهم. خلينا نشوف اول شيء مباراتنا الشهر الجاي. بتلعب في كاردف. كاردف بنلعب ضدهم في الشهر الجاي اللي بيكون في فترة الانتقالات. فبالنسبة لنا نحن ما عندنا فلوس، يعني زين قدرنا نجدد حق لعيبتنا أصلا. ف انجرام اليوم ما بيلعب، بيدخل مكانه الراكس ولا منو بيدخل؟ سافج. يا نبدأ المباراة. Let's go. نروح إلى فيلا بارك في برمنغهام. بيلي مسجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات. لما لعب ضدنا ما سجل، بس وأكيد يلعب مكلس. فا يا
خلينا ندخل مباراتنا ضد استون فيلا في فيلا بارك في برمنغهام، نفس ما قلت قبل بداية المباراة. نحن في فورما زينة، فزنا في آخر مباراتين، فزنا في آخر مباراتين سويت سكبت كوفنتري وخسرنا. Let's go. هاي الكرة راحت، تمريرات تسديدة، والهدف الأول لا. هدف أول لأستون فيلا من ديفيس. منو هاد ديفيس أصلا؟ ما أدري. بالرغم من أنه لعبها عالية وفي الزاوية الصعبة، إلا أن حارس المرمى أبدع في التصدي للكرة وتبقى كرة بغير. يعني ليش تتخلص؟ نلعب بلياردو نحن؟ شو؟ بيرسل الكرة. يا الله، شوف التصدي. تدخل الآن في الثلث الأخير. بينت يلعب حلوة. انجرام انجرام انجرام، لا حرام. هل تكون هاي نفس فرصة ادوامة في الذهاب؟ ردت ادوامة كور. يلا برنت. لا، صدام مارتينيز صدها مات. هو اكيد بيصدها، يعني حارس منتخب الارجنتين على الفاضي هو اصلا. اكيد بيشيلها يعني. اوكي، لا حرام عليك يا حكام، ما نقدر ناخذ اي هجمة ثانية. يعني اتوقع بننهي الحلقة اليوم بخسارة. تتاي مباراة خسرنا من أستون فيلا. صحتروا يعني، قولوا من الأول كان حظ يعني، كانت متابعة. هاي نولس شو كان يسوي يعني. للأسف خسرنا بصراحة. أنا أعترف أستون فيلا أفضل منا، لان هم اصلا فريق من البريمير ليج. ما ادري ليش هم موجودين ويانا. وايضا يعني تصدي مارتينيز كان تصدي خرافي الصراحة. فعم ندخل فترة الانتقالات يا جماعة. كي دخلنا فترة انتقالات نروح لمباراتنا ضد كويوي ألكساندرا. هو اسمه كرو ألكساندرا. سمار البصير، خلينا نشوف طاقتها 68. اوكي، ما مو بسيء، بس عندنا البي طاقة 71، عندنا 2 البيز كلهم فوق 70. فمويد لاعبين راحوا في إعارات. فاهم أنا فاهم كوريو ألكساندر، بس سويت سكيب لأن امتحتنا. أتوقع شوف فزنا 3-1. دلب سجلوا وأسيفوا، دلب وأسيفوا سجلوا الأهداف ضد كوريوي. فاهم يعني في السوف أصلا شارك بالغلط. اوكي، فنروح لمباراتنا ضد بيتر بورا. بس اسوي لها سكيب لو كانت، لو كان فريق. او ماي جاد، عن مباراة ضد ارسنال. اوكي، بيتر بورا هيك اصلا اسيفا يبغى يلعب. اوكي، بخليك اساسي يا اسيفا عادي، الامور طيبة هني. بس حاب بلعب مباراتنا الجاية. تخيلوا ضد منو؟ بالغلط ده دقيت دخول، بس هي سكيب على طول و يا رقم مميز المدير الفني يصل اليه اليوم. 150 مباراة لي، مهم ويحتاج نتيجة مميزة. نلعب مباراة ولا لا؟ ذكرى رائعة، سنكون معكم بعد قليل. تذهبوا بعيدا،
اقول لكم بخليهم ملخص بس اقوى. هكا ادواما تسديده والهدف الاول 1-0 يسجل ادواما هدف اول في المباراه رقم 150 لي كمدرب مع سمبوسا يونايتد. كان هدف هو لمصلحة فريقنا، هدف جميل راح ادواما ورغم المدافع تسديده في السقف المرمى هدف اول. يعني ادواما ممكن يسجل ثاني، سجل الثاني. اوكي هدف ثاني لمصلحة فريقنا، ادواما ممكن يصير لاعبي المفضل لانه يسجل في مباراة رقم 150 بالنسبة لي كمدرب. ديالاب يسجل الثالث، هدف ثالث لمصلحة فريقنا. اوكي نايس. ضربة جزاء للمضيف لكنهم لم عند فرصة للتسجيل. ابي سجل الرابع، مستحيل هدف ولا اروع هدف في هذا التوقيت. سو يسجل ابي هيروكي ابي الياباني الصغير هدف الرابع لمصلحة فريقنا. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس، يتقدم بالكرة فرصة خطيرة. دواما هاتريك، لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا 5-0 ولا يعرف سوى التسجيل. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية، كرة على الطائر. يا رب سجلوا هدفهم، مستحيل بيهرب فيها من الرقابة. حرام عليك يا حكم، كنت أبغى أسجل السادس بس أوكي. 3-5-1 ادواما سجل 3 اهداف، سجل هاتريك و دلاب سجل هدف، هذا بعد منه سجل هدف اتوقع، ابي بعد سجل هدف. ف يا الحين لا زال فرق بينه وبين ستوك سيتي 5 نقاط الان بلاي اوف. ف يا الى وصلت الفيديو اتوقع استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. خلوني اقول لكم في الحلقه الجايه بنلعب كاردف اللي إذا فزنا عليهم بيصير فرق ممكن 2 نقطة. بعد عندنا أرسنال في الكاس، أرسنال في الكاس بعد عندنا ريدنج أتوقع بسوي سكيب. فاهم هلا وصلت الفيديو، أتمنى إنك استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم كابتن الإمارات وعمر، مع السلامة شباب.